اهلا بكم من جديد يواصل الناخبون البرازيليون الادلاء باصواتهم في جوله الاعاده في الانتخابات الرئاسيه ومن المتوقع ان يختار البرازيليون الذين سئموا الفساد وتفشي الجريمه ضابط الجيش السابق جير بولسونارو طبعا رئيسا لهم في تحول نحو اليمين في ربع اكبر ديمقراطيه في العالم وياتي المنافس اليساري فرناندو حداد وراء بول سنارو في استطلاعات الرأي منذ الجولة الأولى التي أجريت قبل ثلاثة أسابيع ويخوض حداد الانتخابات بدلا من لويس إيناسيو لولا دي لود لولا دا سيلفيا الرئيس السابق ومؤسس حزب العمال المسجون حاليا يأتي الصعود المفاجئ لبولسونارو بسبب الرفض الشعبي لحزب العمال اليساري الذي حكم البرازيل 13 عاما من الأعوام الخمسة عشر الأخيرة وأطيح به قبل عامين وسط أسوأ ركود وأكبر فضيحة فساد ورشوة تشهدها البلاد جاير بولسونارو مرشح اليمين المتطرف الى الانتخابات الرئاسيه البرازيليه. ولد بولسنارو عام 1955 في مدينه ساو باولو. انضم الى ابرز الاكاديميات العسكريه في البرازيل بعد ان انهى دراسته الثانويه وتخرج في تلك الاكاديميه عام 1977. ثم خدم في وحدة المظليين في الجيش، وكان الضباط المسؤولون عنه يصفونه بالطموح والعدواني. كانت بداية شهرته عام 1986 عقب مقابلة صحفية اشتكى خلالها من انخفاض الأجور في الجيش، وادعى أن القيادة العسكرية العليا قامت بتسريح الضباط من وظائفهم بسبب التخفيضات في الميزانية وليس بسبب انحرافات مسلكية. تالق اسمه بعد تلك المقابله ونال اعجاب العسكريين ذوي التوجهات اليمينيه المتطرفه. ثم دخل عام 1988 عالم السياسه بعد ان اصبح عضوا في مجلس مدينه ريو دي جانيرو عن الحزب الديمقراطي المسيحي. وفي عام 1990 فاز في الانتخابات واصبح عضوا في الكونغرس الاتحادي البرازيلي عن الحزب نفسه. حدث ذلك قبل أن يحصل على أكبر عدد من الأصوات في ريو دي جانيرو عام 2014، ومنها وصل إلى الانتخابات الرئاسية البرازيلية. خطابه الرئاسي المتطرف لم يختلف عن خطابات مسيرته الطويلة. أثار بولسنارو غضب الكثيرين في البرازيل بسبب إشاداته بالديكتاتوريات العسكرية ومناهضته المثليين وغيرها من المواقف العنصرية. لكن الملايين من مؤيديه وأنصاره يرونه منقذا لبلد يعاني من تفشي الفساد والجريمة ويحلو لهؤلاء وصفه بالترامب البرازيلي